ومعنا عبر الهاتف المحلل السياسي عمر بن هلابي. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر معنا. إذا ما هي قراءتكم لانعقاد منتدى اليمن الدولي في السويد وذلك بمشاركة 200 شخصية من مختلف المكونات؟ حياكم الله. أهلا بك. في الواقع المنتدى الصوت واضح؟ أي واضح، تفضل. في الواقع يعني منتدى اليمن يعني ما انعقد الان في ستوكهولم في السويد حقيقه هي يعني محاوله، اعتقد ان الان بدا يعني هناك من يريد ان يرتب شيء من مخارج لحلول ربما تكون جاهزه ويريد تمريرها عبر هذه اللقاءات التي بدا لها زخم اعلامي وبدا لها ترويج بانها هناك يعني منتدى او لقاءات حواريه لوضع بعض المقترحات. هذه المقترحات ربما تبرر بعضها بشكل انها حلول، لان الاتجاه الان هو اتجاه كما اراها انا ان هناك اتجاه لايقاف الحرب اليمنيه ووضع الحلول التي تخدم حقيقه في المقام الاول تخدم القوى المتنفذه دوليا واقليميا، وهذا ما هو متجه الاتجاه. راينا ما حصل في ما سمي مشاورات الرياض وكيف بدا التغيير السياسي بشكل يعني كان مرتبا له خارج هذا اللقاء في الرياض، والان نفس الشيء المنتدى الذي في السويد اعتقد انه سيضع شيء من مسوده اذا ما صح التعبير للحلول قد تكون هي الجاهزة. نعم. والمعدة لتنفيذها في اليمن. نعم، حول هذا المنتدى تحديدا، ما هي فرص تأثيره وما سبقه من لقاءات ومؤتمرات على مسار الحرب في اليمن من وجهة نظرك؟ ليس لها أي تأثير كمنتديات أو كلقاءات أو كالشخصيات أو مكونات يمنية تلتقي هنا أو هناك، هي مجرد يعني تمرير للشكل العام أمام المشهد العام وأمام الشعب اليمني بأن هناك لقاءات، ولكن ليس لهم تأثير وليس لهم قرار على الإطلاق. القرارات هي أصبحت قرارات دولية وإقليمية وهي التي تتصرف في اليمن كيف تشاء، وللأسف حقيقة يعني تقودنا من مأساة إلى الأخرى. نعم. لأنها لم تستطع أن تضع حقيقة من يستطيع أن يقدم مصالح اليمن على مصالحها الفئوية أو الذاتية، ولذلك نحن لازلنا نتخبط. أما أن يكون لهم تأثير فلا تأثير لهم على الإطلاق. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي عمر بن هلابي، كنت معنا عبر الهاتف.